السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المصري الرائع محمد صلاح في مباراة القمة التي جمعت بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. سوف نتعرف على كل ما قدمه محمد صلاح في لقاء اليوم، نتعرف على تقييم محمد صلاح، كذلك على إحصائيات محمد صلاح في مباراة اليوم. قبل البدء في التفاصيل والدخول في الموضوع والتحدث عن أداء محمد صلاح، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو شيركوا جديد، وإن دعمك الله في التفاصيل أكثر والدخول في الموضوع. محمد صلاح أساسي كعادته، إحصائيات كالآتي: سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة، ضيع ضربة جزاء في اللقاء في الشوط الثاني، سدد 10 تسديدات في المباراة كأكثر لاعب تسديد في اللقاء، 3 تسديدات كانت مؤطرة، 5 تسديدات غير مؤطرة، وتسديدتين تصدى لهم الدفاع وأضع 3 فرص. هذه الإحصائيات على المستوى التسديد وعلى المستوى المحاولات، كذلك على المستوى صناعة الفرص، حيث صنع 2، واحدة كانت خطيرة وقريبة من التسجيل عن طريق اللاعب داروين نونيز. نسبة التمريرات وصلت إلى 81%، نسبة التمريرات الطويلة وصلت إلى 50%، لمس الكرة 71 مرة وحصل على 2 في المباراة. طبعا إحصائية رائعة، مباراة جيدة على الرغم من أنه أهدر ركلة الجزاء، لكن قدم مستوى جيد، ظهر بصورة رائعة، خلق العديد من الفرص، خلق العديد من المحاولات، لكن اليوم لم يحالفه الحظ على الرغم من أنه سجل الهدف الأول لفريقه. طبعا بعدما أهدر ركلة الجزاء شاهدنا تأثر واضح على مستوى محمد صلاح في المباراة وتراجع نسبي في أدائه، نسبي وليس كلي، أنه تواصل المد الهجومي عن طريق صلاح وصنع الفرص في المباراة. نتمنى التوفيق في القادم، مباراة للنسيان على المستوى إنهاء الهجمات لاسم محمد صلاح. هذا هو كل شيء من دينا وإلى اللقاء.